يا أهلا وسهلا. في الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الجزء الأول من الإدمان الصامت، وإزاي بريطانيا كانت أول دولة في العالم تقرر إن هي تواجه تفشي المرض ده أو الإدمان ده في مجتمعها بإنها تكون أول دولة تأسس أو تنشئ أول وزارة لعلاج إدمان الوحدة والعزلة في المجتمع البريطاني. الحلقة اللي فاتت لما كنتوش شفتوها هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن أو في حرف الآي على اليمين، روحوا شوفوها عشان نعرف نكمل الجزء التاني. بيبقى فيه لبسة أحيانا بسيطة عند الناس ما بين الفرق ما بين الوحدة وما بين العزلة الاجتماعية. في ناس فاكراهم إن هم حاجة واحدة، وفي ناس فاكرة إن ده حاجة وده حاجة. هو فعليا في فرق ما بين الاتنين، وممكن نفرز كل واحد فيهم. الوحدة هي عبارة عن مشاعر أو ناتجة عن مشاعر، يعني لو شخص قالك أنا حاسس بالوحدة فهي ناتجة عن شعور داخلي جواه، في فجوة كبيرة ما بينه وما بين المجتمع، ما بينه وما بين الناس، سواء بسبب موقف حصل له أثر عليه نفسيا فقرر أنه هو يكون لوحده، أو بسبب حالة تنمر تعرض ليها خليته يتجنب الناس والانخراط معاهم والحياة الاجتماعية فبالتالي بقى لوحده. فبالتالي كل التراكمات دي سببت له شعور بالوحدة، فبالتالي ما قدرش ان هو يواجه الشعور ده فبقى مصيدة للوحدة. اما العزلة الاجتماعية فبتكون ناتجة عن قرار شخصي، انا اللي قررت ان انا هنعزل عن الناس بسبب بقى ان انا ورايا شغل، ورايا امتحانات، ورايا اشغال كتيرة مهمة، كنت مرهق فمحتاج ان انا اخد بريك شوية مع نفسي وبالتالي اخرج للناس تاني بنفس سوية. فبالتالي العزلة ناتجة عن القرار الشخصي، أنا اللي قررت أن أنا هكون لوحدي بكل بساطة. بس إمتى العزلة بتتحول لإدمان أو بتتحول أن أنا بقيت مدمن عزلة؟ وهو أني بعد ما قرر أن أنا أخد بريك من الأشغال والحاجات والدوشة اللي أنا كنت فيها بأن أنا أنعزل عن الناس، أني فجأة ألاقي نفسي فعليا بقيت رافض فكرة ان انا احتك بالناس او ان انا اكون وسطهم او ان انا ارجع لحياتي الاجتماعية تاني. ساعتها هنا نقدر نقول ان الشخص ده ادمن العزلة وفي سكته لطريق الوحدة. الوحدة هي اجبار، مشاعرك هي اللي بتجبرك على الشيء ده، اما العزلة فهي اختيار، انت بتختار اذا كنت تنعزل لفترة معينة وبعد كده تخرج للناس، او انك انت تفضل منعزل لفترة طويلة ويتحول الموضوع معاك لإدمان. المهم دلوقتي هو أني إزاي أقدر أخد بالي أو أحمي نفسي وغيري من أن إحنا نقع في فخ الإدمان الصامت. في الحقيقة هو اسم على مسمى، لأنه فعليا صامت صعب أنك أنت تكتشفه في نفسك وفي أي حد إلا لو كنت عارف أصلا إيه هي أعراضه زي ما تكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. مشكلة الإدمان ده أو مشكلة اللي بيعاني من الوحدة أو العزلة إنه فعليا ما بيكونش عارف إنه هو بيعاني من الموضوع ده. يعني على سبيل المثال مفيش حد هيجيلك في الشارع يقولك أنا حاسس إن أنا لوحدي كده أو بعاني من الموضوع ده. في ناس أصلا مش مؤمنة إن الوحدة والعزلة هي إدمان، في ناس لسه فاكراها لحد دلوقتي إن هي دلع. ويمكن أكتر حاجة بيعاني منها الشباب حاليا لما بيحسوا بالمشاعر دي في بيوتهم إن الأهالي بتتعامل مع المشاعر دي والمشاكل دي على إنها دلع، فبالتالي عمرك ما هتقدر تواجه شيء أنت مش واخده على محمل الجد. الحملة الكبيرة اللي بريطانيا كانت أطلقتها في 2016 عشان تواجه بيها ظاهرة الوحدة والعزلة الاجتماعية في مجتمعها كانت طلعت كذا تصريح ونشرت كذا طريقة وخطوات بسيطة جدا تقدر تعالج بيهم نفسك لو أنت فعليا حاسس انك بتعاني من الوحدة او من العزلة. اول حاجة تكلم مع الناس، بس الناس القريبين منك، الناس اللي عارف ان هم لو هيتكلموا معاك وهيدوك معلومة ونصيحة هي فعليا نصيحة من قلبهم، مش مجرد حد بيجاملك بيسمع منك وخلاص بيردك على قد عقلك. لا، ناس تكون قريبين منك يسمعوك يحتووك. هتقولي دلوقتي طب انا اصلا كده كده بعاني من الوحدة ازاي هروح احكي الناس؟ في الحقيقة ان دايما اللي بيحس انه هو وحيد
بيكون فاكر ان مفيش ناس حواليه، ولكن فعليا هو فيه ناس. بس كل الفكرة هو محتاج بس يركز ويختار يروح يتكلم مع مين ويروح يفضفض لمين. تاني حاجة الهوايات، لازم يكون عندك هواية ايا كانت الهواية دي، هي رسم، رياضة، غنى، لعب كورة، ايا كان لازم يكون فيه هواية واخدك جزء كبير ومساحة وقت من يومك. بلاش جو انك انت تكون مرمي على السرير مكتئب، دقنك طويلة، النور دايما مطفي، كوباية الشاي ما بتتشالش من جنبك. لازم يكون فيه هواية تنفس بيها عن طاقتك وعن نفسك ايا كانت هي ايه الهواية دي. المهم ان هي ما تكونش مؤذية، وياريت الهوايات كمان اللي بيكون فيها احتكاك مع الناس. يعني مثلا في مكاتب كتير بتكون فتح ابوابها ان اللي عايز يقرأ كتاب ممكن يقرأهم عندهم. خد الكتاب من البيت بدل ما تقرأ لوحدك وقرأ هناك. مع الوقت هتلاقي نفسك بتتعرف على ناس، في ناس بتبدأ تناقشك، في ناس بتبدأ تفتح معاك مواضيع وانت في المقابل عارف تتجاوب معاهم. تالت حاجة التطوع. وما أدراك ما التطوع؟ تطوع جميل جدا 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 للي بيحس ان هو لوحده او معزول عن الناس ومش عارف يحتك بيهم. ويكفي ان التطوع في حد ذاته مفيد للنفس والروح. الجارديان البريطانية كانت نشرت احصائية ان ساعتين بس في الاسبوع كافيين ان هم يعدلوا من الحالة النفسية والمزاجية للشخص بنسبة 90%. رابع حاجة السوشيال ميديا، العالم الافتراضي. ابعد عن ده، سيبه من ايدك على قد ما تقدر. طول ما انت في فترة بتصلح فيها من نفسك وبتحاول انك انت تخرج فيها من الزون بتاعت الوحدة والعزلة، ابعد عن اي حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا او بالتواصل والسوشيال ميديا عموما، فيسبوك، تويتر، سيب كل الحاجات دي كلها. ولو لازم ان يكون معاك اداة تواصل، هات نوكيا 310، ده البطارية بتاعته بتقعد 17 سنة شغالة، واستخدمه. اي حاجة بتقول الو، ولكن ابعد عن كل ما هو افتراضي تماما طول فترة اصلاحك لنفسك، لان هي هتأثر عليك. ممكن تشوف حاجة تقلب عليك مودك تاني هترجع لنقطة الصفر. فابعد عن اي حاجة ترجعك لنقطة الصفر. خامس حاجة والأخيرة وهي ألطف حاجة، ربي حيوان أليف. هات كده قطة أو أي حيوان أليف أنت بتحبه، هات عصفورة، هات سمكة، هات أي حاجة أليفة تهتم بيها. ممكن كمان زرع، مش ضروري حيوانات. لو أنت مثلا عندك سطح أو عندك بلكونة ممكن تجرب تزرع فيها. هات القصريات بتاعت الزرع وهات طينة من أي مشتل وابدأ ازرع بنفسك وابدأ تابع واهتم. هتحس ان في حاجة في يومك جديدة، وخصوصا لو فعلا قررت انك انت تجيب حيوان اليف او قررت بالذات تجيب قطة ترخم عليك، هتلاقي ان في حاجة جديدة في يومك لطيفة، هتحس بشعور جديد. خصوصا ان في ناس كتيرة قالت ان هي لما جابت حيوان اليف بدأت تحس بالونس وان في صديق مستنيهم وهم لازم يهتموا بيه. طبعا مش عايز اخبي عليك لو جبت كلب ايه اللي هيحصل، فخليها لك مفاجاه. اطرد من خيالك ومن حياتك كل تفكير سلبي، كل قرار جواك ياخدك لورا مش يقدمك لقدام. اكسر كل حاجز او كل صندوق اسود انت فيه، وقرر قرار صح في انك انت تخرج من بره كل ده. مش صعب، هو محتاج بس منك قرار، محتاج منك إيمان بنفسك وثقة بنفسك وثقة بربك إنك أنت فعلا تقدر. ما تسيبش نفسك للضلمة اللي أنت فيها دي، عشان فعليا هي مش هتقدمك ولا هتأخرك. قوم اعمل رياضة، قوم البس الكوتش بتاعك وروح الجيم بتاعك. بلاش يا أخي الجيم، البس الكوتش بتاعك كويس وانزل اجري. المهم إنك أنت لازم تتحرك. أنت بس خد قرار وثق بنفسك. وخليكم فاكرين دايما، حافظوا على صحتكم النفسية وإن الأمل دايما معكم.